اوعى السمنه تحرق ايدك يا مصطفى. اديني يا شيف. قلب. حط بقى تدوس عليها. ايوه دي بعملها كده. استنى استنى حط حط انت خلي بالك حط شويه كنافه كمان. حط شويه كنافه. ايوه. انت طيب يا مصطفى؟ انا طيب. انا ليه بنت الحلال ولا لسه مصطفى؟ قريب جدا ان شاء الله الحمد لله. بعد المكالمه دي الحبايب لا بس انا لقيت بنت حلال كتيره. اه ولقيت بنت الحلال موجوده معايا دلوقتي الحمد لله رب العالمين. وهي اكيد سامعاني دلوقتي. ربنا يسعدكم يا رب. الله يخليك يا شيخ. قلب السمنه كده. حاسب ايدك انت هتمسحها يا شيف. ماشي يا شيف براحتك. طيب براحتك يا شيف. قلب كده تمام. عايزين الكنافه دي تحمر بسرعه يا مصطفى. نعمل ايه؟ هنقعد نهولها دلوقتي هتمسح. طريقه بسيطه خالص. تركايه تركايه عشان لما تخش المطبخ تعمل للحاجه الكنافه دي. رشه سكر بودر. دوس عليها. دوس عليها بايدك. كف ايدك كده. اضغط عليها جامد جامد. اجمد يا درش. لفها بقى كده لفه حلوه. ايوه ايوه هي دي. تاني عشان بص الصوره حلو. بص كمان. ايوه هو ده. كان بيقول له واللي بنى مصر في الاصل. قول لي واللي بنى مصر في الاصل ده حلواني زي مصطفى كده. والله. يلا 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 جامد. بس دخلها الفرن. والفرن هنا. انت لفيت وقت يا شيف. بسم الله. حبيبي يا مصطفى. انت اللي حبيبي. النبي تخلي الحاجه تدعي لي. روح الله يبارك لك. انا محروم من دعوه والله الأم. العظيم هي بتحبك. لا روح الله يبارك لك. كل الامهات بتدعي لك يا شيف على فكره. الحمد لله رب العالمين. وكل امي توفاها الله. انا عندي فوق المليون ام ما شاء الله. الحمد لله نعمه. الله يرحمها. امين يا رب العالمين. نهى توفيق. نهى توفيق برضه عملت حاجات حلوه. لا دي بتعمل الحلو واحنا طالبين منها قدره قادر. قدره قادر دي عملتها ما شاء الله. احنا كنا واقفين طابور فيها في الفطار بتاعنا المجمع في القناه هنا. ما قدرناش يعني نخلصه. بس انا بطلب منها دلوقتي على الهواء ان هي تعمل لي قدره قادر وان شاء الله هي تجيبها لنا مره ثانيه وهنقدر ناكل منها. انت عملت لنا ايه في المطبخ لما دخلت؟ ايه يا شيف؟ انت عملت لنا ايه في المطبخ لما دخلت؟ انا النهارده عملت لكم. لا يوم العزومه. العزومه العزومه احنا كنا جايبين مشتركين مع بعض. عملت جمعيه خروف مندي كده. ايوه بص استنى بس اديني السمبوسه الملفوفه. ايوه هات كده. خد يا شيف الملفوف ده. يلا روق لي الدنيا دي كده بقى عشان ايه نغرف الكنافه مع بعض. معانا كنافه عثمانيه. هات اتفضل يا شيف واحده كمان حلوه. ايوه الفينش الاخير بتاعها العثمانيه. الكنافه العثمانيه بنروح على المطاعم بنلاقيها طبقتين قلبين بينهم قشطه. تتغرف باي شكل حضراتكم حابينه. يا اما سرفيز التقديم نفسه. كنت لسه قدك دي من دي. يا اما بتتحط في علبه الكويت تشتروها جاهزه. يا اما بتتعلم القوالب كده وبتبقى بيرسونال يعني كل واحد ياخد الطبق بتاعه. طبقتين من الكنافه بينهم قشطه بلدي وبتقدم معاها الشربات على الجنب. دي ميزتها انك تتحكمي في الشربات بتاعها. يعني بتاخد الشربات معاها او بتتحط جنبيها. هي دي الشطاره. احنا هنعمل الكلام ده النهارده مع بعض. عملنا في الفاصل طبقه اللي حضراتكم شايفينها دي كده. معانا طبقه تانية هي زي الفل بنسيبها تبرد شويه. بتتعمل ازاي دي يا عم الشيف؟ بناخد الكنافه السليمه بنفرتها في قلب الصينيه بنضغط عليها يا اما بطبق يا اما بصينيه اصغر منها. بعد ما بنغرقها شويه سمنه بلدي وشويه سكر بودر عشان تتحمر معانا بسرعه. وده شفناه عمله الاستاذ مصطفى مزار معانا في القالب الثاني من الكنافه. هنا القشطه البلدي بتاعت مصطفى هيخفقها كده بسرعه. بنحط لها شويه ميه زهر. هات لنا حاجه كده عشان هي تقيله شويه. عينيا الاثنين. حاضر يا شيف. والله يا شيف انا هبقى مساعد معاك كده مع بعض. هبقى مساعد. دي ميه زهر اهيت. مع القشطه معاها شويه فستق حلبي مطحون. ده عدلها اساسي. اخبار السمبوسه ايه في النار. تسلم ايدك يا درش. احلى سمبوسه لفتها بالسبانخ والجبنه. انا عايز اشم البتاع ده عشان ريحته عجبتني. ميه زهر دي دايما. ايوه ايه ده. ريحته حلوه قوي حبيبي بجد والله. يلا خلينا. طيب تمام. تسلم ايدك. حط عليها شويه فستق كده. اديني القشطه. يلا اخفق بالمضرب. هو ده جامد. تسلم ايدك. عايزك بقى تهندس النهارده. لا ما تقلقش. بص اسمعني. اسمعني انت هنا في المدرسه. ارفع القشطه حبيب والديك بالمعلقه دي كده ووزع لي قشطه بالراحه كده بالراحه خالص من غير ما تكسر الكنافه. لا مش تكسر. تكسرها ايه حبيبي؟ يلا سيبها مكانها. سيبها مكانها. هي لما نحط الطبقه الثانيه هتتفرد لوحديها.
بس حط في النص. حاضر. في النص يا درش. قوي عينيا. اسمع كلام يا درش في النص. عينيا عينيا. عينيا يا شيف ما تقلقش. حبيبي. في النص عشان تطلع الأطراف صحيح. يا ويلي. ماشي. أيوه وحشتني الكلمة دي والله. يا ويلي يا ويلي. ده الترند بتاعتك في النص يا درش. علامة طبعا أعمل إيه يا إخوانا؟ بس يا مصطفى. حبيبي. حاضر حاضر يا فندم والله حاضر يا ست الكل. دي واحده داش دي واحده. اتفضل حبيبي بالمعلقه كده بس عشان الساده المشاهدين بس شوفوا التركيه دي كده. بنحط المعلقه في الشربات. شفت ما شاء الله. شفت اهي تاني. الجمال ده بقى. الجمال ده يا شيف بقى. دي العثمانيه. طبقتين من الكنافه بينهم قشطه بلدي. نعمل ايه تاني يا درش؟ بالراحه بقى كده واحده تساعد في الحته دي انت بقى حبيب والديك. بالراحه خالص كده. بص يا مصطفى هنعمل خلاص كده. سيبها مكانها يا مصطفى. انا سيبها. واو ما شاء الله. ايه بقى الشكل والجمال ده؟ برضه الاستاذ استاذ. اللي بنى مصر. اللي بنى مصر في الاصل حلواني. الله عليك. وده اللي بنى مصر معانا. شويه قشطه. استنى عليا. عشان الفينش بس عشان اخواننا الشوام بيشوفونا بس حبيبي القشطه هتشيل المضرب بعد اذنك. ما لما تعمل حلو من بلد اخرى له تقاليده لازم تعمله بالطريقه له رؤيته له اسمه لازم تعمله زي ما قال الكتاب. دي قشطه بلدي مخلوطه في فستق حلبي. الشربات بيتقدم جنبيها الكنافه العثمانيه على اصولها.